دلوقتي احنا محتاجين نضم جامد. يعني اللي هو صلاح النهارده صلاح فؤاد اظن قال انه مفيش اختفاء قصري. احنا ما قلناش اختفاء قصري، دول الجماعه اللي هم اللي بيزودوا وبيتاجروا بالحكايه ديت. احنا قلنا في ناس اختفت، قلنا مصوني راح فين. كويس، اختفاء القصري يعني الناس اتخطفت، احنا مش عارفين. احنا بنقول اهو احنا مش عارفين، في اختفاء وفي اختفاء قصري. القصري يعني قبض عليه وما نعرفش عنه حاجه، انما المجلس القومي لحقوق الانسان قال في 163 حاله او 168 حاله اختفاء قصري. ده المجلس القومي لحقوق الانسان، اللي هو الحاجه القبيحه اللي ما بنحبهاش، اللي هو انت وانا وانت في الشارع. على فكره لما حد يعاملك في الشارع معامله غير انسانيه لمجرد ان انت مش ابن فلان ولا قريب فلان، ده حقوق الانسان اللي الناس بتقولك بسيبك منها. لا، عشان نبقى بني ادمين ونعرف نشارك بعض ونعرف نضم على بعض. يعني هنتكلم النهارده عن قضيه التعليم، قضيه مهمه جدا. السيادة اللي وصلها في ناس مختفيه وسيادتك عارف، وفي جهات كبيره تدخلت في هذه الامور. دي معلوماتي، ان في جهات اكبر تدخلت واهتمت تسال ايه الحكايه. فعندنا حاجتين، اختفاء قصري سيادتك بتقول مفيش، طيب تمام، طب بتروحوا فين؟ راحوا فين؟ 163 مواطن. احنا هنجمع المعلومات. طيب معانا الاستاذ نجاد البرعي، اهلا بيك يا استاذ نجاد. اهلا استاذ محمود، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. سيادة اللواء صلاح النهارده قال جمله مهمه استاذ نجاد، قال ان هو ما عندوش بس استنى ما اجيب لك، استنى دقيقه واحده. في المصري اليوم انا كنت شايف كاتب هو قال انه استليو صلاح فؤاد مساعد وزير الداخليه لقطاع حقوق الانسان قال انه مفيش، اقولها متحديا لا مبررا ولا موضحا وبكل ثقه، انه لا يوجد اختفاء قصري في مصر لاي شخص، ومن يزعم خلاف ذلك عليه تقديم الدليل. ما دليلك يا استاذ نياجد؟ لا انا ما عنديش دليل. انا دلوقتي عايز ابسط الموضوع اكتر من كده. طيب في المجلس القومي لحقوق الانسان، وده مؤسسه شبه رسميه، قالت ان في عندها حالات موثقه لاختفاء قصري. هي تبعت الحالات للوزاره. احنا مش هنقول اختفاء قصري، اعتبر ان في حالات لمواطن عيل تايه ودور وزاره الداخليه تلاقيه، يعني بلاش الكلام الكبير اذا كان بيزعل الداخليه. طب تمام. الفكره احنا هنقول لسعاده اللواء يا فندم احنا عندنا 100 عيل تايه، والعيال التايهه دي في اجراءات بتتعمل علشان يلاقوها، من اول ان في تحقيقات لحد في تحريات مباحث لازم تتعمل، يتقال فيها الراجل ده راح فين واتمسك امتى واخر مره شوهد ازاي، ويتسال الجيران ويتسال الناس اللي فوق ويتسال الناس اللي تحت. يعني في اجراءات لازم تتعمل عشان نلاقي العيال التايهه دي. وزاره الداخليه عملت ايه واجبات وزاره الداخليه في البحث عن المفقودين مش عن المختفين يا سيدي؟ ده السؤال الاولاني. تمام. الحاجه الثانيه مساله ابسط من كده، بعض اهالي هؤلاء المختفين قالوا انه اهاليهم حد قال لهم انه انهم شافوا الناس دي في مقر امنيه، او ان في حد قال لهم ما تجيبوش سيره لحد علشان ابنكم يطلع، يعني اثير هذا الكلام، والكلام ده موجود في المجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي بينه وبين الداخليه صله، وبينه وبين الداخليه اتصالات، وهم يعرفوه. يعني ده مش منظمه من العملاء بتوع حقوق الانسان، دي منظمه بتاخد فلوسها من الحكومه. لا بس خلي بالك، خلي بالك استاذ نجاد، انه عندنا مساعد وزير داخليه لقطاع حقوق الانسان، يعني الداخليه عندها قطاع خاص بحقوق الانسان يعني. معلش، ما هو انا بس عايز اقول لك حاجه، انا اشتغلت يعني وقت ابو بكر بيه عبد الكريم لما كان ماسك القطاع ده. المشكله انه القطاع فعلا ما عندوش ادوات للتحقق غير الادوات البيروقراطيه، يعني بيبعت يقولوا له في ناس مختفين، يبعت يقول لبتوع الامن بتاع في ناس مختفين، يقولوا له لا ما عندناش، يقول لهم طيب. انما هو الفكره الاصليه مين بيفتش على اماكن الاحتجاز؟ مين بيشوف هذه الاماكن فين؟
احنا طيب. نعرف ان في نوعين في طيب. عندنا احتجاز غير يعني احتجاز ملوش دعوه بالاقتصاد القسري اللي هو احتجاز غير قانوني، ده بيبقى موجود احنا عارفين ان ده بيحصل، وفي بعض الاحيان بيحصل مع الجنائيين كمان، يعني ضابط باحث يمسك الزبون يكمره في حته عنده اسمها الثلاجه اسبوع 10 ايام 20 يوم لما يطلع منه معلومات، دي ما بتسماش اختفاء قسري، انما الناس اللي مر عليها 3 اشهر و6 اشهر لازم الداخليه تطلع تقول ايه الاجراءات اللي عملتها علشان تتاكد الناس دول راحوا فين بس يعني. طيب شكرا. طيب يا دكتور اشكرك دكتور نجاد بورت كويس. فانا ده النقطه الثانيه اللي انا كنت عايز اقولها مع الدكتور، انه دول مش لاقيينهم، ساعدونا في البحث عنهم، بنطلب من وزاره الداخليه ساعدونا في البحث عنهم. دراسه سكان، احنا حاولنا نتصل باللواء ابو بكر عبد الكريم المتحدث باسمه مسؤول عن قطاع الاعلام، لكنه في اجتماع مع الوزير، نقدر ونسمن، ويعني هم بيشتغلوا عندهم شغل كتير جدا جدا وربنا معاهم. بس اللي قاله اللواء صلاح، بس عايز ايه يعني، في جزئيه خاصه بالداخليه المواطن اللي مش لاقينه، بس يعني اعتقد ده من حق الاهالي، عاملين محاضر في كل الاسلام ان عيالهم مختفيه